السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة العاشرة من قصة العلامة عبد الله. تدور أحداث هذه الحلقة عندما ذهب الشيخ عبد الله وزوجه إلى بيت أبيها التاجر أبو محمود، ودخل الإمام وأبي محمود في نقاش طويل، وهناك كان اقتراح من عبد الله، أو أراد عبد الله أن يقترح على عمه أبو محمود، أبو جميلة زوجته جميلة، على إن كان باستطاعته أن يساهم في المشروع الذي قاموا عليه للمدينة، لمدينتهم، وهو إنشاء بيت مال للمسلمين. وبدأ هذا المشروع بالتبرع من الخالة أم أحمد، جعلت جزء من مالها لهذا المشروع، وسوف يكون ريع هذا المشروع للفقراء والمحتاجين وطلبة العلم ونحو ذلك. فبالفعل قام الشيخ عبد الله الإمام بطرح هذه الفكرة على أبو محمود عمه، فاستدرك أبو محمود هذه الفكرة وقال للشيخ عبد الله: هناك عمل أنا عندما أتذكره يا عبد الله لا أبكي دما، بل بالكاد أستشعر بأن أنفاسي سوف تخرج وروحي سوف تخرج مني، لعلك تفسر لي ما أنا فيه. قال: عن أي شيء تتحدث؟ وما شأن هذه الحادثة بالذي نحن بصدده الآن؟ قال: لا، أنت تشير علي على أن أقوم بالتصدق أو بمجال أن أجعل جزء من أموالي. قال: نعم. قال: أنا آتيك، هناك أرض تبعد عن مدينتنا ما يقارب الساعة، وهذه الأرض خصبة، وأنا استثمرتها في مجال زراعة الخضروات والفواكه ونحو ذلك. قال: نعم. قال: ولكن الذي يؤلمني في هذه الأرض، كلما مررت عليها أستشعر بذنب عظيم قد صدر مني قبل ما يقارب ال20 عام. قال: أي شيء، أي شأن هذا؟ قال: كانت امرأة تسكن مع طفلها، والطفل لا يتجاوز 5 من عمره، يسكنون على هذه الأرض في كوخ صغير، وقد قمت أنا بطردهم. فعندما أقبلت باليوم الثاني يعني أقوم بالاعتذار لهم وبجعلهم يعني يقيمون في هذه الأرض إلى ما شاء الله، فرأيت لا أحد في داخل الكوخ، لا أدري أين المرأة انصرفت ولا ابنها أين انصرف، يعني هل هي ما زالت على قيد الحياة أم توفاها الله أم ذهبوا إلى بلاد أخرى تحت رعاية الخلافة ونحو ذلك، لا أدري. ففي تلك الليلة يقول أبو محمود: رأيت في المنام أن هناك شيء يحجبني عن جنة ربي سبحانه وتعالى. قال: أنت لا تدخل الجنة بسبب طردك لهذه الأرملة وطفلها، مع أنك لو كفلت هذه الأرملة وطفلها كنت أنت والرسولك هاتين في الجنة. هذا أبو محمود يقص على من؟ على عبد الله. فبدأ عبد الله في ظرف الدمع، بدأ عبد الله في ظرف الدمع، فقال: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقبل أن يتحدث عبد الله في أي كلمة، قال أبو محمود: لحظة يا شيخنا، لحظة يا زوج ابنتي الفاضل، لا أريد أن أسمع أي شيء، أنا ها هنا حتى أقوم
بكتب صك في هذه الأرض وأجعلها وقفا لله، تمام، لعل الله يقبل زلتي التي قمت بها اتجاه هذه الأرملة. يا ليتني أجد هذه الأرملة اليوم، يا ليت أجد هذا الطفل الذي أصبح شابا الآن حتى أهديه هذه الأرض. فازداد بكاء عبد الله، فقام أبو محمود من حينها وهو لا يلتفت أصلا لعبد الله ولا لبكائه، كان هدفه أن يقوم في كتابة هذا الصك وتوقيعه. فبعدما أن كتب هذا الصك ووقعه وأشهد عليه اثنين من أبنائه وجاء ليشهد عبد الله، فإذا به يرى عبد الله يذرف الدموع، فسأله عن السبب، قال: هل تأثرت في هذه القصة يا زوج ابنتي أيها الشيخ الفاضل؟ فلم يستطع عبد الله أن يرد عبراته، فلم يستطع عبد الله أن يرد هذه العبرات، وقال لأبي محمود: أتدري من هذه المرأة تكون؟ قال: لا والله، ليتني أجدها حتى أقوم بالاعتذار لها. قال: هذه أمي، توفاها الله في نفس الليلة، وها أنا الطفل الذي أدعى عبد الله الذي قمت بلطمه على وجهه. فصعق أبو محمود وأصيب بشلل من حينها، ولكن لحسن الحظ أنه كان قد وقع الصك قبيل هذا. فعندما بدأت تظهر على أبو محمود علامات التشنج والشلل، تشبث بيد العلامة عبد الله وطلب منه الصفح، وهو يبكي ويئن، وعبد الله يبكي أيضا، ولكن عبد الله من حسن خلقه وقف ونظر إلى عمه زوج أبا زوجه أبا زوجه وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أبا زوجه تطلق هكذا، لا أحد ينتقد ويقول إن الشيخ غلط، لا، ولكن هذه الحادثة التي كانت قد حصلت ودارت أحداث هذه الحلقة بين الإمام عبد الله وعمه أبا زوجه أبا محمود. فعاد عبد الله وقد ترك جميل زوجته في بيت والدها، ليس لشيء بل للاطمئنان على أبيها، وأخذ الصك وذهب إلى إخوانه ليخبرهم وهم خالد وعبد الرحمن ومحمد بما حصل في هذه الأمسية، ومعهم الخالة أم أحمد. فهنا تنتهي أحداث هذه الحلقة، وإلى اللقاء، وإلى الملتقى بحلقة جديدة في مشيئة الله. هذا محدثكم أخاكم بلال لشين، السلام عليكم ورحمة الله.